بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الدبلومة الأمريكية أو السات أو الاي اس تي 2 في مصر وبره مصر، هنتكلم النهاردة عن اللو اوف اندبندنت اسورتمنت. تمام، اندبندنت يعني مستقل، اسورتمنت يعني ان هما الاتنين يقفوا جنب بعض او يكونوا ايه جنب بعض يعني. تمام، هنشوف الكلام ده بيحصل ازاي. اول حاجة عندنا تو individuals، عندنا اب وام. كل اب وكل ام من دول عندهم تو تريتس، تمام، زي مثلا ايه تريت للطول وتريت تانية للون العين مثلا او لون السيد او لون اي حاجة تانية. تمام، هما تو تريتس. التو تريتس دول بيكونوا هايبريد. يعني ايه هايبريد؟ يعني قليل منهم كابيتال لتر وقليل تاني. احنا قلنا قبل كده ان الجين بتاع اي حاجة في الدنيا بيبقى مكون من تو أليلز، في كابيتال لتر اللي هو بيكون قليل الدوميننت، وفي قليل تاني اللي هو بالسمول لتر ده بيكون ايه اللي هو الريسيسيف. تمام، والكلام ده احنا شرحناه بالتفصيل في فيديو، اول فيديو بتاع البي ديجري اللي كنا بنشرح فيها القوانين بتاعه البي ديجري. هسيب لكم الفيديو ده في الديسكريبشن ان شاء الله. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان عندك مثلا ايه قليل للطول اللي هو التي كابيتال، وقليل للشورت اللي هو التي سمول، وقليل لليلو سيد اللي هو الواي كابيتال، وقليل للجرين سيد اللي هو الواي سمول. كل اورجانيزم من التو اورجانيزمز اللي عندنا، التو بيرنتس اللي عندنا، هيكون عنده هايبريد من التو تريتس دول. يعني لو عندنا يعني جين للطول وجين تاني للون العين او لون السيد، هيكونوا تو جينز هايبريد، هيكونوا هايبريد، يعني تي كابيتال تي سمول وواي كابيتال واي سمول. تمام، جميل جدا. دي الفكره بتاعه اللو اوف اندبندنت اسورتمنت، اللي هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك when a cross is carried out between two individuals that are hybrid for two different traits on separate chromosomes اللي هو داي هايبريد كروس. دي الفكره بتاعه اللو اوف اندبندنت اسورتمنت. عرفنا ازاي تو تريتس، صفتين مختلفين، وهما الاتنين الصفتين دول هايبريد، يعني حرف كابيتال وحرف تاني سمول. جميل جميل. ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل ان اثناء عملية الميتوزس الاليلز بتترص بطريقة عشوائية اندبندنت على بعضها. علشان كده كلمة اندبندنت جت. اندبندنت يعني ايه؟ يعني ممكن تلاقي الجين بتاع الطول وقف في ناحية بطريقة معينة، والجين بتاع الكالر وقف بطريقة تانية معينة، على حسب بقى القليل اترص ازاي اثناء عملية الايه المايوزس. زي الرسمة اللي قدامنا دي، هتلاقي هنا في مرة ممكن التي كابيتال وقف قدامها الواي كابيتال، ومرة تانية ممكن تلاقي التي كابيتال وقف قصادها الواي سمول مش الواي كابيتال. وده ايه؟ ده هو اللو اوف اندبندنت اسورتمنت. تمام. فلما جم يعني يحسبوا ايه اللي ممكن يطلع من هذا الاندبندنت اسورتمنت، وجدوا انه ممكن في مره مثلا التي كابيتال تقف قدام الواي كابيتال، ومره التي سمول تقف قدام الواي سمول، وفي مره ممكن التي كابيتال تقف قدام الواي سمول، ومره التي سمول تقف قدام الواي كابيتال. فبالتالي هيطلع عندنا فور جاميتس. فور جاميتس اللي هو ده وده وده وده، لكل بيرنت هيطلع الفور جاميتس دول. فلما حطوا لكل بيرنت على البانيت سكوير، واحد على الشمال وواحد من فوق زي ما احنا شايفين، وجوم عملوا كروسنج ما بين التو بيرنتس زي ما احنا شايفين بالطريقه دي اللي قلناها برضو وشرحناها بالتفصيل في الفيديو بتاع البيديجري، هبقى اسيبه لكم في الديسكريبشن. وجدوا ان الجينوتايب ده اللي قدامنا ده، وقلنا كمان يعني ايه جينوتايب، ده اللي ممكن يطلع. وبالتالي الفينوتايب اللي ممكن يطلع هيكون 9331. اول ما تلاقي 9331 فينوتايب دي، اعرف على طول ان السؤال بيسالك على ايه independent assortment، law of independent assortment. يعني ايه بقى 9331 دي؟ يعني هيطلع عندك 9 طول يلو سيدز، وتلاتة طول جرين، وتلاتة شورت يلو، وواحد بس شورت جرين ايه سيد، وهو ده اللو اوف اندبندنت اسورتمنت.